on three, we're going to say Mabruk Eid. Ready? One, two, three. Mabruk Eid! صبحون نتوما عرايس وتصبحون نتوما نفايس وتصبحون صبحون وحنا عزاز. كيبقيتيو لاباس كيبقاو الميمات نتمنى على الله تكونوا كلكم على خير وبصحة جيدة ومرتاحين ومهنيين ومسلين. هاد النهار بدلت لكم طلل عليكم من الهواء الطلق، تنتمنى على الله يكون كلشي على خير وبصحة جيدة. اليوم عندنا فيديو خاص، يعني عندنا فيديو باش نديرو له باش نشوفو، حيت كما تعرف الجميع حنا شوي مسافرين دارين العيد في امريكا، وكيف ما طلبتيو توا جاي كيف ما طلبتيو نحط لكم الاجواء ديال العيد في الغربه، وكيف ما كنا حنا المغاربه سبحان الله العظيم تنبقاو محافظين على العادات والتقاليد ديالنا، تيديو الوليدات يشوفوهم والرجال تبارك الله تا هما صلى على النبي. هنا كاينين اسر ديال مغربي مجوج بتونسيه، مغربي مجوج بامريكيه، مغربيه مجوجه باجنبي، مغربيه مجوجه يعني بعربي، وتيتجمعوا كلهم وتيدوزوا العيد وتيجيبوا الوليدات وتبقاو تيفسروا لهم باش سي فوالا باش تيفسروا لهم يعني شنو العيد وكيف ما تتشوفوا. باش نخلي لكم تشوفوا يعني الاجواء ديال العيد البلدي ديالنا ديال المغرب، ما فيه لا شيكي ولا تخربيق ولا حتى شي حاجه، باش تيبقاو الوليدات يعني تيعرفوا العادات والتقاليد ديالهم وكمسلمين السنه ديالنا اللي خلانا الله تعالى باش يعني يعني باش كيفاش ندوزوا العيد. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم تدوزوا تشوفوا واحد اللقطات من عيد الاضحى من امريكا بالضبط من سياتل واشنطن. فوالا الدنيا غزاله، بس نقلب باش تشوفوا الجو. They have a roof over their heads, they have clothes to wear. Inshallah, they have new clothes to wear. It is what the husband has done. They have new presents, it is what the husband has done. This is the role of the husband outside of marriage. As for the children, we talk about the children. We know that you guys are the coolest kids on the planet. We know that. يا صباح الخير، هنا عندنا العيد كما تتشوفوا الامريكي، الاسر كلها تتجي ما شاء الله، تونس عندنا ما شاء الله مع المغاربه مع كلش هكذا، وعاد باش يذبحوا بحول الله. كلهم